خوتنا المشاهدين، اليوم غادي نهضروا على الفقيه ديال الخطيب ديال يسرى. كيف ما شفناه الطلعه ديالو البارح ديال اللايف، اعترف بزاف ديال الحوايج وقال بانه ندم بزاف حتى دخل في هذه القصه هذه، ودابا كيطلب وكيترجى الناس باش يبعدوا منه وما يبقاوش تابعينه. والحاجه اللي مهمه انه كيترجى يسرى والاب ديالها باش يبعدوا منه، والوراق ديالو اللي صيفط ليهم واللي قال هو ندم حتى رسل لي مراقو، كيترجاهم باش ما ياديوش وما يضروش بشي حاجه، لان الوراق قال فيهم ولادي وفيهم الزوجه ديالي وفيهم بزاف ديال الحوايج، وكيطلب منهم الا مشاو تداروا شي حاجه غادي يفضح شي حوايج اللي كيعرفهم. ودابا قال غادي يبقى ساكت باش هما ما يضروه هو ما يضرهم، ودابا بحال خايف لانه وراقه والملتزمات ديالو اللي كتخصو كاينه عند الاب ديال يسرى. داكشي علاش هو خايف وطلع كيترجاه في داك اللايف، وقال بانه هادشي اللي وقع ليه وهاد المده ديال فتره هاد الخطوبه مع يسرى، قال انا كان مرفوع عليا القلم، يعني قال انا ما كنتش حاس بانني داكشي اللي كندير فيه كله غلط، كنت ناكر ولادي وكنت غادي في واحد القصه اللي مثل واحد ما يقدر يديرها، واحد الاكاذيب اللي غلطت وغلطت بزاف عليهم. ودابا كيترجى باش هذوك الوراق ديالو ما ياديوش بهم ما يقيسوش بهم، لانه كيخاف على تمشي تجرى لي شي حاجه. وعلى ما عرفنا من هذا الفقيه هذا انه عنده حتى هو شي اسرار اللي مخبيهم، وكيقول لهم الا مشيتو تدرتوا لي شي حاجه رانا غادي نفضح شي اسرار اللي كيعرفهم. هاد الاسرار الله اعلم واش هو قال فاش كان كنهضر معاهم، كانت كنهضر غير مع الراجل والبنات ولوبنا، هما اللي كنت زعما كنهضر معاهم ولا لعبه ولا شنو كانوا دايرين، ما وضحش شنو كانوا كيخطوا. ولكن فاش سولاتو السيده اللي كانت دايره معها اللايف قالت لي واش سعاد هي كانت داخله في هذه اللعبه، قال بان سعاد ما داخلاش في اللعبه، سعاد بيني وبينها غير دوك جوج اتصالات اللي هضرت معاه على الصلح ديال بنتها، وقال سعاد حتى هي راه هضرات عليهم، اما شي حاجه اخرى راه ما كايناش. هو دابا كيترجى النسيب ديالو كما تنقولوا السابق باش ما يدير شي حاجه، وقال الا دار شي حاجه غادي انا نفضح داكشي اللي عندي. المهم قال هو كان مرفوع وهداكشي اللي كان يدير فيه كان قال كون قالوا لي نطيح في البير نطيح فيه، لانني ما كنتش واعي اشنو كندير. ودابا ملي فايقوا هاد المنتقدين وعرف الغلط ديالو وغلط ولادو وهداكشي اللي كان ناكر، عاد السيد بدا يندم وبدا كيطلع في اللايفات وكيطلب وكيقول سمحوا لي سمحوا لي سمحوا لي، انا طالب غير السله بالعنب، ما بقيت باغي حتى شي حاجه لا شهره لا والو، لانني حتى انا طمعت الدنيا تطعمي بنادم، داكشي علاش دابا ولا باغي غير لهنا. والحاجه اللي بان هاد السيد نادم عليها هما وراقيه اللي رسل ليهم باش يصدقوه، لانه هو ما عرفناش كيفاش هاد السيد كان باقي يزيد يكمل في هاد اللعبه ديالو، باغي ينكر دوك الاولاد. والوقت اللي صيفط لهم الاوراق كان فيهم سميه مرتو ولادو، لانه قال كاينين عندهم حتى الوراق ديال ولادي، لانه مشى صيفط لهم كاع داكشي اللي عنده في الكموني ديال بلجيكا رسلوا ليهم. دابا كما بدا كيتضح لهاد الناس هادو، كل واحد مخبي اسرار على الاخر وكل واحد خايف من الاخر. نسيب الاب ديال يسرى خايف من الفقيه اللي يقول شي حوايج لي بيناتهم، والاخر حتى هو كيهدد وكيقول ليه الا ضريتيني ولا اذيتيني راه انا غادي انا نجبد داكشي اللي عندي. الله اعلم شنو اللي خازنين بيناتهم. المهم داك السيد داك رضوان كيستعطف وكيطلب باش هاد الناس ما يبقاوش ياديوه وما يبقاوش يجبدوه في الفيديوهات ديالهم. داكشي كما تنقولوا مخربق بيناتهم وربي راه فرشهم، والحقيقه غادي تبان الا كانت شي حاجه مخبيه راه غادي تبان، الا كانت حد هنا راه هادشي هو اللي كاين. والى اللقاء في حلقه اخرى ان شاء الله.